السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلت مع حضراتكم إلى الحديث 22 من دورة الإجازة في كتاب 40 القرآنية من كلام خير البرية، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وفي رواية عند البخاري والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: ذلك أقعدني مقعدي هذا. وكان رحمه الله تعالى يعلم الناس 40 سنة في مسجد الكوفة. هذا الذي قصده أبو عبد الرحمن السلمي: أقعدني مقعدي هذا، أفضلكم من تعلم القرآن. 40 سنة جالس في مسجد الكوفة يعلم الناس القرآن. شرح الحديث: لو أنه عندك 1,000,000,000 وتوقف قلبك، ليس لك إلا أن تأتي يوم القيامة فقيرا. لو كنت بأعلى منصب ولم تطبق هذا الحديث وجاءتك المنية، فإنك تأتي يوم القيامة فقيرا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ذلك أن القرآن كلام الله، وما بين كلام الله وكلام خلقه كما بينه وبين خلقه. كم هي المسافة بين الخالق العظيم وبين مخلوق ضعيف؟ هي نفسها بين كلام الخالق وكلام المخلوق. الناس جميعا يقرؤون لبشر، وكلام خالق البشر بين أيديهم، وكلام مبدع السماوات والأرض بين أيديهم. كل حرف فيه قانون، كل كلمة تعني منهج. لذلك الوقت الذي تمضيه في معرفة كلام الله هو وقت تستثمره لا تستهلكه. هذه كفت، هذه بس هذه الجملة: تستثمره لا تستهلكه. طبعا هذا من كلام الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله. قوله خيركم فيه تفاضل، تفاضل العلوم، تفاضل المعلمين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تفاضل العلوم وتفاضل المعلمين. وفي أن خيرية معلم القرآن وخيرية متعلمه خيرية مطلقة، هي خيرية في الدنيا وخيرية في البرزخ وخيرية في الآخرة. تعالوا نشوف أحبتي في الله، ما هي الخيرية التي في الدنيا في هذا الحديث اللي هو خيرية مطلقة؟ أما خيرية الدنيا في هذا الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم، من أيها الأكارم أقرأهم لكتاب الله؟ قدم ليس لنسبه ولا حسبه ولا ماله، تقدم وهو صار إمام للمسلمين في الصلاة، لكن لخيرية ما يعلم. هذا في الدنيا وكفى بها خيرية. أما خيرية في البرزخ فما أخرجه الشيخان لما كثر القتلى في غزوة أحد، وشق على الصحابة رضي الله عنهم أن يدفنوا كل ميت في قبر، دفنوا كل ميتين يعني ميتين أو ثلاثة في قبر واحد، فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأذن لهم، فكان عليه الصلاة والسلام يشرف أو يأتي عند الدفن، فإذا أتي بالموتى لإدخالهم في القبر قال: أي هؤلاء الموتى أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير على أحدهما قدمه على أصحابه. وأما الخيرية في الآخرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفيه أيضا الحرص على تعلم القرآن، حفظ القرآن، العمل بالقرآن، التأدب بما فيه من الآداب. ولقد جاء عن السلف درر في هذا الأمر في الترغيب والترهيب. يقول أحدهم يوصي تلميذا له قال: يا بني، أنت تطلب العلم فعليك بقراءة حزب من القرآن الكريم، فإني
إذا قرأت حزبا وداومت عليه فتح لي من أبواب العلم. قال التلميذ: فجربت ذلك ففتح الله لي. فاجعل لنفسك حظا من التلاوة أيضا، واحرص على تجنب المعاصي فإنها تمنع فهم القرآن وحفظ القرآن. ذكر السهمي في تاريخ جرجان أن كرز أو كرز ابن وبرة دخلوا عليه فكان يبكي. قالوا: ما لك؟ قال: إن الباب موصد والستر مجاف ولم يدخل عليه أحد، وها أنا عجزت أن أراجع حفظي، فوالله لا يكون ذلك إلا بذنب جنيته، فحري بطالب العلم أن يعنى بحفظ القرآن وعلم القرآن. وبلغت همم المتقدمين أمرا عجبا. يقول ابن الجوزي رحمه الله وغيره يوصي طالبا من طلاب العلم، قال: واجعل لنفسك حظا من القرآن، ويكفي أن تحفظه بسبع قراءات، يكفي أن تحفظه بسبع قراءات. يا الله، كيف لو رأى زمننا هذا؟ لا نقول يأسا، حاشا وكلا، لكن شحذا للهمم يقال هذا، وقوة العزيمة. ثم يقال أيضا في الحديث: إن على معلم القرآن أن يتمثل هذه الخيرية بأخلاقه وحسن ألفاظه ونظافة ثيابه. ذكر الذهبي في معرفة القراء الكبار، ذكر أئمة من القراء وكانوا قدوة في أخلاقهم وفي اتباعهم للسنة وفي محافظتهم على السمت والوقار. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تعلم القرآن وعلمه. هنا أقف أحبتي في الله، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا أحبتي في الله الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة